في بداية إشغال هذا المجلس أود أن أذكر بأن الحكومة بشرت تنفيذا للتعليمات الملكية السامية يوم أمس صرف الدفعة الثانية 2500 درهم من المساعدات المالية للأسر المتضررة جراء زلزال الحوز، في حين سيتم وضع الدفعة الأولى 20,000 درهم من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي يوم الثلاثاء المقبل. رهن إشارة المتضررين لمواكبة تقدم أشغال البناء. وبهذه المناسبة أود أن أنوه بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية المعنية في إطار عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، بحيث تحلت الحكومة بالجدية والفعالية اللازمتين من أجل تنزيل مختلف محاور برنامج إعادة البناء والتأهيل العامل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.